الأوقاف تحدد خطبة الجمعة. سارعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أظهرت وثيقة منسوبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصية الوزارة لمندوب الأوقاف في المدن المغربية لمطالبة خطباء الجمعة 5 نوفمبر بدعوة الناس إلى اللقاح. وبحسب نص الوثيقة دعت الوزارة إلى حث جميع الخطباء على أن يتناولوا في آخر الخطبة الثانية ليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 ما يلي: أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم من هذا الوباء المسمى كورونا. سارعوا إلى التلقيح سواء بالجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالتلقيح ضروري لوقاية النفس ووقاية الغير، لأن الحياة والصحة أمانة الله عند كل الناس، والتفريط فيها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر منهي عنه بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويجب علينا أن لا نشك في ضرورة التلقيح، وكيف لا يكون التلقيح ضروريا وقد نظمته ويسرته الدولة بعد توصية العلماء والمختصين وبعد تجربة ملايير الناس في العالم.